طيب استاذ عادل، وحضرتك بتتكلم دلوقتي قلت ان المنصه كانت موجوده جنب الاسكان الاجتماعي والشقه اللي حضرتك ساكن فيها، انتوا موجودين أيوة في الشقه؟ انتوا جيتوا الشقه دي امتى؟ موجودين فيها من امتى؟ استلمتوها احنا ازاي؟ احنا لينا حوالي سنتين كده فيها ان شاء الله. خدناها من صندوق دعم وتمويل المشروعات السكنيه. طيب قولي استاذ عادل، لما عرفتوا ان سياده الرئيس هيزور قريه ست الامراء، عايزه اعرف ايه اللي يعني ايه اللي كنتوا متوقعينه من هذه الزياره؟ هل كنت متوقع زي ما كنا بنتكلم انه الزياره جت مفاجاه، ويمكن حتى الحوار اللي تم بينك وبين سياده الرئيس كان مفاجئ، هل كنت متخيل او لما كنت بتقعد تفكر مثلا انت عايز توجه رساله او تتكلم مع سيادته، هل ايه اللي كان بيدور في دماغك؟ والله سعادتك انا كنت اول ما جه وقعد معايا انا اللي بدات الحوار، رحبت بيه لزيارته هنا بيتنا انا واسرتي الكريمه. فانا اللي فتحت معاه الحوار، لان القريه هنا اتقلبت من قريه المدينه، والله فعلا يعني اتقلبت من قريه صغيره داخل مركز داخل محافظه اتقلبت لمدينه لوحديها. حضرتك لو شفت الطريق، شفت الاسكان الاجتماعي، شفت المركز التكنولوجي، القريه فيها ست مدارس. كانت الطلبه بتمشي بتاع الثانويه العامه دي تسافر لمركز بيبا، تخش المدارس بتاع مركز بيبا. دلوقتي المدرسه هنا مش يعني كميه الطلبه اللي بتخش المدرسه قليله جدا على حجم المدرسه اللي موجود. يعني الثانويه العامه دي كانوا بيسافروا لها، دلوقتي لا بتعدي الشارع، انا اولادي بيعدوا الشارع بس. يعني هو الشارع اللي كان واقف عليه سيادته ده، يعني اولادي بيعدوه يخشوا المدرسه في دقيقتين يكونوا جوه المدرسه. فانا امن عليهم يعني، ودي حاجه حلوه للقريه، والمركز التكنولوجي ده برضه هيخدم اهل القريه والقرى المجاوره. وبرنامج حياه كريمه ما شملش القريه دي بس، ده شمل كل القرى اللي تابع المركز بيبا، وقرى كبيره جدا. كل القرى النهارده دخلها غاز طبيعي وصرف صحي وشبكات ميه جديده ونت، ويعني حاجات القرى عماله تتجمل والله، والبنيه التحتيه دي اتشالت تماما واتغيرت. يعني انت كان اللي في دماغك يا استاذ عادل ان انت تقدم له الشكر على اللي حصل في القريه؟ انا اقدم له الشكر ايوه على اللي حصل، احنا مش عاوزين اكتر من كده. ده